يستخدم البابونج كدواء تقليدي منذ آلاف السنين لتهدئة القلق وتهدئة المعدة. في الولايات المتحدة، من الأفضل الإشارة إلى البابونج كمكون في شيء الأعشاب. لماذا يأخذ الناس البابونج؟ يعتبر البابونج نباتاً آمناً، وقد تم استخدامه في العديد من الثقافات لأمراض المعدة وكمهدئ خفيف. تظهر بعض الدراسات التي تستخدم بشكل أساسي توليفات من البابونج مع نباتات أخرى أنه سيكون له فوائد صحية، ومع ذلك مثل أي منتج تركيبي من الصعب الإشارة إلى أن الفائدة تأتي من نبات أي شخص. ثبت أن أحد المنتجات التي تحتوي على البابونج والأدوية العشبية الأخرى يخفف من اضطراب المعدة وحرقة المعدة والغثيان والقيء. يبدو أن خليطا آخر من البابونج يساعد الأطفال المصابين بالمغص. قد يؤدي شطف الفم بالبابونج إلى تخفيف تقرحات الفم الناتجة عن علاجات السرطان. تشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج يمكن أن يساعد في حالات أخرى مثل الإسهال عند الأطفال والبواسير والقلق والأرق. عند استخدامه على الجلد، قد يساعد البابونج في تهيج الجلد والتئام الجروح. لقد وثقت بعض الأبحاث أنها ستكون فعالة مثل كريم الهيدروكورتيزون للإكزيما. كم يجب أن تأخذ البابونج؟ لا توجد جرعة قياسية من البابونج، أو استخدمت الدراسات ما بين 900 ملي جرام إلى 1200 ملي جرام يوميا في شكل كبسولات. قد يكون الشاي هو الشكل الأكثر شيوعا، ويشرب عدد قليل من الناس كوبا إلى 4 أكواب يوميا. لصنع شاي البابونج، انقع كيس شاي البابونج أو زهور البابونج في مأزق لمدة 5 إلى 10 دقائق خلال كوب مغطى بصحن، ثم أشرب التسريب عندما يبرد حتى يصبح آمنا للشرب. اسأل طبيبك للحصول على نصائح أخرى. البابونج هو عشب طبي تقليدي قديم منذ قرون وشعبية في العالم الغربي، وهي متوفرة في نوعين هما البابونج الألماني والبابونج الروماني. تحتوي زهرة البابونج الجافة على ما يقرب من 120 مستقلبا ثانويا، بما في ذلك التربينويدات والفلافونويد، والتي تساهم في خصائصها الطبية. تم العثور على مستحضرات البابونج لتكون مفيدة في العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان. يشتهر البابونج أيضا بزيوته الأساسية ذات الرائحة اللطيفة. يتم استخدامه على نطاق واسع لتكملة مستحضرات التجميل والعلاج بالروائح. يزداد شعبية البابونج ضمن نوع شاي الأعشاب، حيث يتم استهلاك 1 مليون كوب من شاي البابونج يوميا في جميع أنحاء العالم. اكتسب البابونج اهتماما كبيرا باعتباره عشبا معززا للصحة، وله آثار واضحة ضد العديد من أمراض مرحلة البلوغ. نظرا لاستخدام البابونج على نطاق واسع منذ فترة طويلة في الطب التقليدي، فقد جذب اهتماما كبيرا في مجال البحوث الطبية الحيوية. يناقش هذا الفصل عن كثب الخصائص العلاجية والوقائية للبابونج في استراتيجيات تعزيز الصحة الآمنة والمفيدة سريريا بين السكان المسنين. البابونج من مواليد العالم القديم ويرتبط بعائلة الأقحوان أستريسا أو كومبوسيتي. المخاريط الذهبية الزاهية المجوفة معبأة بقرص أو زهيرات أنبوبية ومحاطة بحوالي 15 شعاعا أبيض أو زهيرا مربعا، ممثلة على نطاق واسع من خلال نوعين معروفين بمعنى البابونج الألماني ماتريكاريا شاموميلا والبابونج الروماني شماملا نوبيل. يكون البابونج الألماني نباتا ناعما برائحة حلوة وعشب سنوي بذرة ذاتية موطنها الأصلي أوروبا وغرب آسيا، وقد أصبحت عالمية على أوروبا وشمال إفريقيا وبالتالي المنطقة المعتدلة في آسيا. تشمل مرادفات البابونج الحلو الكاذب شاموميلا شاموميلا وشاموميلا ريكيوتيتا والبابونج الحلو الكاذب ومطريكاريا سويفولينز. يعتبر البابونج الألماني على وجه الخصوص أكثر الأنواع شيوعاً المستخدمة للأغراض الطبية. البابونج الروماني هو نبات معمر زاحف عطري يوجد في الحقول الجافة وحول الحدائق والأراضي المزروعة.
نشأت في المملكة المتحدة وتزرع على نطاق واسع في حدائق الأعشاب الأمريكية. يشار أيضا إلى البابونج الروماني باسم البابونج أو البابونج أو بابون بالحديقة أو التفاح المطحون أو البابونج المنخفض أو نبات البيض. كان البابونج أحد الأعشاب الأولى التي تم تقييمها وتميزت من قبل التعاونية العلمية الأوروبية للعلاج بالنباتات ESCOP، وهو تحالف من المنظمات العلمية التي تم تشكيلها لتطوير أنظمة عشبية منسقة في أوروبا. يصدر ESCOP مراجعات علمية شاملة ونصوصا تنظيمية مقترحة لاستخدام الأعشاب. البابونج هو جزء من عائلة كومبوسيتي، وبالتالي فإن المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه عائلة أستريسي كومبوسيتي والتي تشمل عشبة الرجيد والأقحوان والقطيفة والأقحوان والأعشاب الأخرى يجب أن يكونوا في حالة تأهب لأعراض الحساسية التقيؤ. من الممكن أيضا أن يتفاعل البابونج مع مضادات التخثر والأدوية المضادة للصفيحات أيضا مثل أي دواء له خصائص مهدئة مثل البنزودياذيبين. قد يثبت البابونج السيتوكروم بي 450.97، لذلك يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية أخرى يتم استقلابها بواسطة نظام الإنزيم توخي الحذر عند تناول منتجات البابونج.